زهرة الحياة. باسكت 100% باسكت، نتائج تحاليل، استجوابات، تصريحات واستضافات. برنامج رياضي خاص بكرة السلة يهتم بالرياضة المحلية الجهوية والوطنية مع عبدالله الحطاب على الحياة فام. 10 دقائق بعد الثمانية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعوا فينا على 93 أو على الصفحة الخاصة على الفيسبوك، كذلك نجموا تسمعون على السيت ويب www.حياتفين.net. كالعادة برنامج 100% باسكيت يجيكم كل نهار اثنين من 8 لل 10 متاع الليل، نتلاولوا فيه عدة مواضيع تهم رياضة كرة السلة محليا ووطنيا. وبالنسبة لدليل البرنامج اليوم باش يكون على النحو التالي: الحديث على البطولة المحترفة لكرة السلة والجولة الأخيرة اللي تتلعب غدوة، والحديث على الشبان في كرة السلة والمنتخب التونسي 3-3، وكذلك التطرق والحديث على الجمعية النسائية بجمال واستضافة للاعب جيان الشعار، ونختم بالبطولة الإفريقية لكرة السلة البال المقامة برواندا كيغالي. كالعادة باش يرافقني في إعداد الحصة أيمن ليغا في الإخراج التقني وسهيل السالمي في الإخراج الرقمي. في البداية رحب بضيوفي المدرب مسلم شلوك، مرحبا بك. مرحبا بك عبد الله، مرحبا بكيفة مستمعين الحياة فيها، وكذلك رحب باللعبة جمعين سيبي جمال جيهان شعار، مرحبا بك. مرحبا بك عبد الله، ومرسي على الاستضافة. شكرا لك مرة أخرى. هكا حصتنا تتواصل كالعادة من 8 إلى 10 في 100% باسكيت. كالعادة كل أسبوع ضيوف جدد وكل أسبوع مواضيع جديدة. اليوم 4 مواضيع بارزة في المشهد الرياضي، البداية بالبطولة الوطنية إن شاء الله غدوة هو اليوم الختامي للبطولة المحترفة لكرة السلة بروا. وبالنسبة للبطولة أعرفنا قبل بجولة شكون الفريق اللي غادر البطولة المحترفة لكرة السلة، هو نجم حلق الواد إن شاء الله عودة سريعة لهذا الفريق اللي متمكنش من البقاء في القسم الأول. بالنسبة للشبيبة الرياضي القيروني اللي ضمن البقاء وانتصاره في الجولة قبل، يعني قبل زوز جولات انتصاره أمام اتحاد الأنصار 66-61، وكذلك الدالي الذي بيجرومبيلي قبل زوج جولات والجولة قبل الأخيرة. فما فريق اللي تمكن من البقاء هو اتحاد الأنصار اللي فاز على نجم حلق الود 77-75، ونعود نقولوا ألف مبروك لابن القيروان منصف عينين واللي يتمكن من البقاء في البطولة المحترفة لكرة السلة. أكيد مسلم اشرفنا على نهاية البطولة، ماراثون كبير، وفي الأخير تعرفنا على صاحب البطولة والكأس الاتحاد المنسيري، وكذلك الفريق اللي غادر البطولة المحترفة النجم حلق الواد. خلينا نقولوا أنه مرحلة تفادي نزول مشوقة برشا. هو صحيح عبد الله كما قلت، يعني ماراثون كبير، ويعطيهم الصحة يعني الجمعيات الكل اللي نجمت جاري النسق الماراثوني هذا. كما قلت عرفنا المتوج شكون، عرفنا اللي غادر البرو شكون، يظهر لي الجمعيات توا مش تبدا يعني تخرج فتره راحه، وبعد تبدا الناس كل تخمم في الموسم القادم. حظ اوفر للنجم الرياضي حلق الود والكرم اللي هو مدرسه يعني كبيره، وخرج العديد والعديد من اللاعبين والمدربين. مبروك سيمونس فعينين واللي هو ولدنا واللي هو يعني خذ المسؤوليه في ظرف يعني 21 يوم اقل حتى من شهر يعني، وقبل البلاء الحسن، وان شاء الله بالتوفيق ليه ولكافه المدربين في مشوارهم الرياضي. هو في البطوله بالنسبه للتفريق النزول من 6 فرق، فما 3 فرق من ابناء القيروان، يعني حاتم مفتاح مدرب الشبيبه، منصف فعينين ومدرب اتحاد الانصار، سيد احمد الكافي مدرب الدالي الرياضي بجرومبيريا، يعني 3 مدربين متخرجين من مدرسه الشبيبه القيرونيه اللي تمكنوا من البقاء في القسم الاول. كذلك ما ننساوش سمير بودن لمدرسه زاده خارج من مدرسه الشبيبه يدرب في فتيات النجم الرياضي الساحلي، والقائمه كبيره برشا سواء اللي يدرب خارج حدود الوطن ولا اللي تقمص يعني في الاصناف الشبان، وحتى اللي خرجوا برا مروين كشريد اللي مساعد مدرب اللي منقوم على الاتحاد المنستيري يلعبوا على يعني اجل الفوز في البطوله الافريقيه في البال ان شاء الله. من بعد في الختام الحصه باش نمشيو لرواندا مع مروين كشريد باش نحكيو اكثر تفاصيل على اللقاء البارح دور ربع نهائي دور النصف النهائي باش يلعب ضد الزمالك المصري. نرجع بك مسلم نقيم، وخلينا نرجعوا بالتولي شويه المردود الشبيبه الرياضيه القيرونيه.
اللي ذبذب برشا، بداية قوية برشا شبيبة، تحصل على المركز الأول في المرحلة الأولى، ثم الفريق ما عرفناهوش خاصة في مرحلة الإياب تقريبا 10 مقابلات دون هزيمة، ونعرفوا الأسباب اللي تدخل في الأمور المادية، خروج بعض اللاعبين اللي مشوا لفرق أخرى، ممكن العوامل هذه اللي خلت الفريق يتراجع مع عدم القيام بالانتدابات. أنت حسب رأيك أنت، هل أنه هذا هو السبب الرئيسي اللي تراجع مردود الشباب أو هناك أسباب أخرى؟ والله هو عبد الله بصراحه يعني الفورمولا نتاع الشامبيونات السنه كانت قاسيه شويه، يعني تشوف انت الخامس والسادس في البلاي اوف يلعبوا في مرحله تفادي النزول، اللي هي كما تعرف يعني مرحله تفادي النزول يعني مرحله مغايره، مرحله صعيبه يعني، حتى النسق نتاع المباريات ونوعيه المباريات يعني تكون فيها يعني قولوا احنا تنقص شوية الفرجة، الناس كلها تحسب في النتيجة، الناس كلها يعني كل جولة بحسابها، كل جولة عندها دور، كما شفت يعني النادي الافريقي بداية متعثرة ومن بعد يعني استرجع لروحه. بالنسبة للشبيبة والله شوف عبد الله برشا نقاط كما قلت يعني اللي بيه الفايدة حصل، اللي هو يعني اكيد الشبيبة ماشي يعني للأماكن متاحة، الأماكن متاحة ديما في الأربع الأوائل، الأماكن متاحة ديما الفوق، لكن بعد السيري متاع 10 على 10 عملنا بداية موسم الحقيقة باهية برشا، خلى الجمهور شنو هو الجمهور يعني ديما يطمع باش يمشي القدام، يطمع ديما باش يرجع يشوف الفريق كما السنوات متاع الألفينات. احنا نكون واقعين شوي يعني الفريق متاعنا محترم، عملنا بداية باهية، تول في الباسكيت يعني ولات الرياضة بصفة عامة الاحتراف ولا يتطلب برشا للمال، الظروف متاع اللي تعدى بها الفرع بصفة عامة يعني ظروف المالية صعيبة، مع خرج ممكن سلام العجمي احترف البرة، مع الفرق الأخرى زاد دعم ترويحها بمحترفين أخرين يعني في الفترة متاع البليو في العودة، احنا صارت التوقف على التمارين وضاعت ليروبير متاع الاكيب يعني، مع خرج مدرب وإصابة كندل وخرج مدرب اخر معناها للفريق، فهذه عوامل كلها يعني اكيد باش تاثر على الفريق. وكما قلت يعني الفتره اللي قعدت راي الشباب ما تمرنتش ماهيش اسبوع ولا اسبوعين، يعني قعدت فتره طويله شهر يعني تحكي على 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 باش نرجعوا الفاز روتور نتاع البلاي اوف، فالعوامل هذه الكل يعني كانت عندها تاثير كبير، والمهم يعني في الاخير حصل يعني انه البقاء قبل بجولتين يعني حاجه تطمن، وان شاء الله اكيد فما حاجات كل موسم فيه حاجات ايجابيه وفي حاجات سلبيه، الحاجات الايجابيه نبنيوا عليها والحاجات السلبيه لازم يعني من الموسم الجاي نحاولوا يعني نتفاداو الاخطاء اللي وقعنا فيهم السنين. وتحيه كبيره لمروان كشريد اللي بدا مع فريق شبيبه القيروان اللي خدم خدمه كبيره برشا رغم العوائق الماليه وخروج لاعبين واصابه اللاعب الامريكي، وكذلك تحيه كبيره برشا لحاتم مفتاح اللي ضحى وجاء وخذ يعني الفريق في فتره صعيبه بصراحه صعيبه برشا، وبقى يعني في الاخير يعني الفريق تمكن من البقاء في القسم الاول. خلينا نقول مسلم درس بالنسبه للمسؤوليه شبيبه القيروان، شفنا انه مرحله تفادي نزول راهي صعيبه برشا كل صعبة الفرق يعني النادي الافريقي اللي قاب قوسين كان يعني مهدد بالنزول رغم النجوم الفريق اللي عنده، فريق شبيبه القيروان لاول مره قبل زوج جولات باش يعني يبقى في القسم الاول، وتعرف انت انه الموسم القادم مش يكون موسم صعيب، النجم الساحلي يعود للقسم الاول، النجم اللي قاعد يخمم من توا اللي قاعد يتصل بعده لاعبين، نجم حلقود نزل 10 فرق، يعني الموسم القادم مش يكون موسم صعيب برشا اذا كان الفريق ما يغلطش غلطه الموسم هذا لازم يخمم من توا. وتعرف انت اللي توا الاجواء ما زلت غير واضحه بالنسبه لشبيبه القيروان، هل انه باش يواصل رئيس الجمعيه الموسم القادم، هل انه شبيبه ما غير رئيس فرع، شبيبه ما غير مسؤولين، فما كان لجنه نشكرها مره اخرى هشام الشاويشي بن حسين ياسر سامي مرابط، بعض الاسماء اللي قاعده هي يعني متطوعه وقفت مع الفريق ما خلتش لانه الفريق يبقى في فتره فراغ، انه الملاعبين ما زالوش مخالصين، تحيه لهم برافو لهم اللي قاعدين واصلوا وضحاوا وكملوا للاخر. وانت تعرف غدا مقابله ختاميه مقابله شكليه ضد النادي الافريقي في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان، إن شاء الله الفريق يعني يكون في الموسم القادم يكون في ثوب جديد وناخذوا العبرة ودرس هذا ما يتنسيش.
والله صحيح عبد الله، كما قلت يعني نحب نشكر الناس هذه الكل اللي خدمت سواجية في أول موسم، يعني يعطيه الصحة ما قصرش، خدم خدمة يعني. ومن بعد خرج سواجية بقات المجموعة متاع المسيرين يعني اللي أشرفوا على الفرع. مؤخرا يعني رئيس الجمعية زاد فما لفتة منه لللاعبين اللي معناها وعدهم يعني بجزء من المستحقات متاعهم، وكان يعني أعطاهم البعض منها. إن شاء الله كما قلت يعني الحاجات هذية بصراحة إن شاء الله ما نعودوش نتيحوا فيها الموسم الجاي. كما قلت الموسم الجاي موسم صعيب، النجم الرياضي الساحلي أكيد باش يرجع يعني بثوب خذا الدرس يعني من العام اللي قبل هذا، ما أكيد ما عادش باش يعاود يلعب بالنار، ونقولوا احنا مش يكون معزز روحه بأكيد بأسامي باية. فما جمعيات بتوا يعني بتبدأ تخدم يعني فترة الصيف باش تبدأ تاخذ الكولون فيرتبرال متاع ليكيب. احنا بالحقيقة باش نقعدوا ديما واقعيين ونكونوا ديما يعني صريحين مع رواحنا، يا باش نمشيو في يعني باش يكون عندنا فلوس وتكون عندنا يعني بيجي كبير اللي هو باش يمشي الفريق القدام ويخلينا نحن وخلينا نرجعوا للعوام هذيك اللي الرافيه توا ممكن صعيب شوية للظروف المادية صعبة في الجيسكا. نتصور انا التمشي متاع والتوجه متاع الجمعية هو التشبيب كما قلت، يعني مش يعتمدوا التشبيب مع بعض من عناصر الخبرة وتكون هذه هي يعني المواسم الجاية، يعني مش يكون بناية نتصور بناء فريق جديد اللي هو باش يكون يقود الفريق في عناصر كل يعني من مدرسة تكوين الشبيبة القيروانية. وهذا اكيد لازم شويه وقت، لازم برشا ثقه، لازم زاد الصغار هذوما اذا كان باش نعملوا عليهم لازمنا نحميوهم، لازمنا يعني نخليوهم يعرفوا قيمه الجمعيه اللي يلعبوا فيها، وفي نفس الوقت يكونوا عندهم ثقه في رواحهم عارفين على شنو قادمين. وبقدره ربي يعني كما قلت يعني الشبيبه مدرسه كبيره وتبقى يعني ان شاء الله ديما نقولوا احنا من موسم لموسم تكون الامور خير ان شاء الله. ان شاء الله فريق الشبيبه يعود الموسم القادم في ثوب جديد. قبل ما نواصلوا مع الشبيبه القرنيه نمشيوا نعملوا ترتيحه مع المزيكا ثم نرجعوا للبلاتو. 100% باسكيت مستمعنا الكرام اللي اختاروا كالعاده 93 راديو الحياه فام، كما كنا نحكيوا على الشبيبه الرياضيه القرنيه وضمن البقاء. يوم غد هو ختام البطوله، الشبيبه تستقبل النادي الافريقي مقابلة شكلية. بالنسبة لمرحلة تفادي النزول سعيد جدا باستقبال مدرب الشبيبة القرنية سي حاتم مفتاح، مرحبا بك في راديو الحياة فهم. مرحبا بك سي عبد الله، مرحبا بمستمعي حياة فهم. اكيد بعد ضمان البقاء بالنسبة للشبيبة القرنية زوز مقابلات تعتبر شكلية ضد شبيبة المنازة، ويوم غد ختام البطولة الشبيبة تستقبل النادي الافريقي. اكيد التحضيرات ما زالت متواصله باعتبار اليوم الختامي، ان شاء الله فريق الشبيبه يختمها بانتصار ضد النادي الافريقي. قل لك يعطيك الصحه ساعه في البدايه سي حاتم مفتاح، بما انك ضحيت وخذيت الشبيبه القرنيه في الظروف الصعيبه وفي الاخير يعني الهدف اللي ترسم تحقق البقاء بالنسبه للشبيبه القرنيه، اكيد يوم غد هو اليوم الختامي، احكينا شويه على اجواء التحضيرات باعتبار انه تعتبر غدا مقابله شكليه. والله يا سي عبد الله اول مره ما نكتبش نوافقك الراي اني مقابله شكليه، لانه احنا مقابله تاكيد بكره غدوه. تاكيد شو معناها؟ تاكيد انه فريق شبيبه القرنيه مش من الفرق اللي تلعب على البلاي اوت. يعني من الفرق اللي تلعب على البلاي اوف سوبر بلاي اوف تلعب حتى على التتويج القدامي اللي كانت وفرت كل الامور. معناها سواء كانت ماليه او معناها من اللاعبين. بالنسبه لي نحن مباراه غدوه مش تكون مباراه بتاكيد انه الفريق يمر بفتره معناها فتره باهيه. تاكيد للاعبين الشبان اللي خذوا الريتم نتاعهم في المباريات وقاعدين يلعبوا، تأكيد لفريق كفريق شبيب قروان اللي هو فريق كبير برشا ماهوش فريق صغير، ماهوش فريق يلعب على البلاي اوت، تأكيد انه باش نكونوا نلعبوا مباراة باش نتصدروا المجموعة وان شاء الله نكملوا في الصدارة. فوق هذا الكل انا حبيت نزيد نبين لك حاجة اللي
بالنسبه لمباراه غدوه هي معناها النادي الافريقي الاول شباب الخيره الثانيه هذم الفريقين اللي نزلوا من البلاي اوف يعني واضح انه مكانهم مش في سوبر بلاي اوف. هل انا غدوه باش نشاهدوا بعض الاسماء لاول مره في التشكيله الاساسيه ولا احنا كيما قلت لك ديما الاهداف نتاعنا تتغير حسب المعطيات. مثلا مباراه المنازه اللي شفنا فيها نفس الشيء انه يعني فريق المنازه كان متشبث اكثر بالنتيجه شركنا تقريبا 5 لاعبين أو 6 لاعبين شباب يعني غيرنا الهدف وبما انه احنا ضمننا البقاء كانت مباراه ما تهمناش برشا على قد ما يهمنا انه مشاركه اللاعبين واللاعبين اللي استفادوا وفادونا وكانوا في مستوى المسؤوليه. بالنسبه للمقابله تاع غدوه حضرنا تحضير خاص اليوم المقابله تاع غدوه عارفين نحن جماهيرنا مش جي تحتفل معنا ان شاء الله بالبقاء اللي هي فيها حد ذاته ماهوش هدف من اهدافنا. الهدف نتاعنا ديما قلت لك اسمى وامل من الشيء هذا مش نحاولوا نشاركوا لاعبين شباب باش نحاولوا نكونوا معناها في مستوى ان شاء الله المباراه في مستوى معناها الحدث باش نكونوا في المستوى ان شاء الله في المباراه باش نحاولوا نشاركوا اللاعبين وباش نحاولوا نجتهدوا باش نفوزوا في المباراه وناكدوا لي نحن معناها اقوى فريق في المجموعه. ان شاء الله نتمنى فريق الشبيبه القرنيه ينتصر غدوه في المقابله الأخيرة ضد النادي الإفريقي. أكيد كوتش سي حاتم معايا المدرب الشبيبة الأصناف الشبان مسلم شلوف أكيد عنده سؤال لك أنت. أهلا وسهلا سي حاتم. مرحبا بك. عايش أحوالك لبس عليك. بارك الله فيك الله يخليك. مشكور سي حاتم كما قال عبد الله يعني أبليت البلاء الحسن خذيت الفريق في وقت صعيب ووقت يعني حساس. يظل كلامك يعني معقول هذيك هي الشبيبه يعني بلاصتها تكون كان في المراتب الاولى احنا غدوه ان شاء الله كما قلت كان كملنا ان شاء الله باذن الله الخمسين الاولى يعني الخمسين يعني يظل مرتبه في حد ذاتها لباس بها في ظل الصعوبات هذيا يظل ما نجم نقوله كان يعطيك الصحه انت والستاف اللي معاك والاولاد اللي ما قصروش. فما نقطه نحب نطرق لها يعني كيفاش سيحات مفتاح في ظل يعني الظروف الصعيبة هذه كل ماتشوات يعني كانت كل ماتش بحسابه بصراحة يعني تاخذ الانيسياتيف وتعمل على يعني اللاعبين والشبان شفناك يعني مرتاح حتى اللاعبين صار الاندماج متاعهم بسرعة وسط المجموعة أكيد الإطار الفني اللي هنا عنده يعني دور كيفاش اللاعب الصغير نفسانيا وذهنيا وباش زاد اللاعبين الكوادر نتاع الفريق اللي هما تقبلوا يعني الشبان هذوما وعاونوهم وشفناهم في الملعب يعني ديما واقفين معاهم ويشجعوا يظل حاجه ماهيش سهله سي حاتم هذه كان تعطينا فكره بيان سور على الفتره الصعيبه اللي انت جيت فيها الفريق عنده شهر يعني ما تراناش مع فتره العوده نتاع البلاي اوف والتعويل على الشبان هذوم في مرحله اللي خليني نقول يعني حساسه شوي. بارك الله فيك سي مسلم هذا ولا سؤال وجيه. شوف بالنسبه للتحديات صحيح قبلنا تحديات ودخلنا لشبيب قيران اللي هي في الاخير معناها لازم نكونوا حاضرين في وقت الحاجه. بالنسبه للاعبين الشبان انا ما كانتش عندي مجازفه هذا الشيء معناها يرجع للتكوين الصحيح اللي قاعدين تقوموا به والشغل اللي قاعدين تقوموا به انتم كمدربين في الاصناف الشابه وهذا تشكرون عليه. عايشك سامحني معناها بالنسبه للاعبين كانوا في مستوى المسؤوليه والحقيقه بالتمارين اللي تمرنوها معايا ما كنتش نشوف اللي فما فرق بين اللاعب الشاب وبين اللاعب المخضرم او اللاعب معناها اللي عنده تجربه. بالنسبه للتحديات والله ماهيش تحديات شباب القيروان منجم النجوم كرة السلة منجم اللي يخرج نجوم في كرة السلة. بالنسبة للتحدي ماهوش تحدي صراحة نشوفه اني جازفت صحيح بالضبط هذا هو مدرب ولا يشوف يقول لك اذا كان ما جازفت ما عندكش مجازفة في التدريب او ما عندكش قناعات
ما تنجمش اذا ما اذا اذا ما تنجمش تكون مدرب معناها عندك البصمه نتاعك بعباره اوضح. واللاعبين اللي جذبنا بهم والله كانوا ما في مستوى المسؤوليه حتى في التمرين، معناها كانوا يعطيو في البلوس في وسط التمرين، وكنت كنا نتابعوا فيهم من اول ما دخلت حتى الاخر. زيد بربي فما معلومه ثانيه لازم نعرفوها، يعرفوها جميع شباب القيروان، اللي الفريق نتاعنا لما كان في السوبر بلاي كان في البلاي اوف كان فريق كامل، كان في اسلام عجمي وكان في اللاعب الامريكي جامد اللي صحيح. في السوبر بلاي اوت براتيكمون اللي دو جور هذوما ما كانوش موجودين صحيح، واللي هما ركائز يعني واحدة اثنين من ركائز الفريق. ايوه صحيح، هذه حاجة كبيرة. يعني واحدة اثنين من ركائز الفريق هذوما هذايا، ونفس وقعدنا في نفس المستوى. يعني احنا اللي كان باش نكملوا الاولانيين او الثانيين، يعني النادي الافريقي والشبيبة هما اللي كانوا في البلاي اوف وهبطوا السوبر بلاي اوت، يعني هما الاولانيين. يعني امور عادية نعرفوا بعملية حسابية، اللي اللاعبين الشبان اللي اندمجوا في الفريق هما اللي عطاوا البلوس. صحيح. دونك عاوزوا اللاعبين هذوما الاثنين. هذاك علاش انا اليوم انا ديما نحاول نعطي ثقه في اللاعبين نتاعنا نتاع القروان، وزيد معناها ما نحاولش نكون قاسي معاهم حتى في وسط المباراه، حتى اذا كان ما دخلش بجو المباراه، لانه يعني اللاعبين هذوما يلزمهم الوقت ويلزمهم اذا نعطيهم الفرصه باش يبرزوا. وعلى فكره شبيبه قروان تصدر في اللاعبين من كل الفرق. صحيح صحيح صحيح. انت كل اسبوع تلعب ضد لاعب اثنين، تفضل. قلت لك كل اسبوع تلعب ضد لاعب ولا اثنين، يعني اقل شيء في يعني من مدرسه الشباب. صحيح. وزيد اللاعبين نتاعنا هذو اللي اندمجوا بالفريق، يعني حتى في الريتم نتاع التدريب اعطونا بلوس، يعني كان فما بوزيسيون كبيره بين اللاعبين، وكان كل واحد يضرب على البقعه نتاعو. حتى لين وصلنا انه تو معناها حتى المدرب يحير شكون مش يلعب شكون مش يخلي، الجروب كله موجه. معناها بالمناسبه هذه نحب نشكر كل اللاعبين على الشيء اللي قدموه، نحب نشكر كل المدربين اللي كانوا في مستوى هذا بصراحه، المدربين اللي كي يكونوا مدربين مكونين في شباب قيروان مشكورين كل بصراحه، وقاعدين يعطيو فينا في لاعبين اللي هما تكتيك معناها تكتيكيا قويين سواء كان فردي او جماعي، وفنيا زاد قويين معناها حتى في الامور التقنيه، معناها لاعبين عندهم فنيات باهيه ويقدروا يندمجوا ان شاء الله في الفريق الاول في المستقبل القريب. وقدرة ربي احنا ما مانيش باش معناها باش نشوفوا كان الخير في اللاعبين هذوما، وان شاء الله الجهاز كاع تقعد ديما هي منجم اللي تخرج نجوم. وديما معناها ماذا بينا تو ما عادش تصدر تو ماذا بينا. والله صحيح هذايا، نتصور انا حتى الناس اللي تسمع فيك تو تمنيتك تقول يعني الحاجه هذايا، واتمنى يعني انه نحافظوا ديما على المواهب نتاعنا. بصراحه يعطيك الصحه انت كوتش اللي امنت بالمواهب هذم، وفي ظرف يعني كما قلت انت صعيب سيرتو ذهنيا كوتش، كيفاش يعني شفت الكاريزما يعني كيفاش يعني امور الجانب الذهني؟ نعرفوا احنا في الرياضه مهم جدا، خاصه في فتره كما هكا فما اوبجكتيف لازم اللي هو البقاء، واللي هو يعني تقديم كره سله كما نعرف في قروان الناس تفهم، جمهور يعني ذواق يفهم باسكيت. لقيت صعوبات كوتش في والله يا مسلم، والله يا اخويا مسلم بعباره بصراحه وانا بكل صدق، عمري ما حكيت للاعبين على الموضوع هذا نتاع البقاء في المباريات، عمرنا ما حضرنا مباراة وكنا نحكيو على البقاء، كنا نلعب مباراة كلها عادية، لأنه يعني إذا كان مش تحط في مخاخهم إنك تلعب على بقاء ودخلهم في ستريس ودخلهم في دوامة أخرى، مش يولي حتى معناها اللاعب حتى كي مشى في الملعب مش يولي معناها يمكن حتى بالستريس يمكن يطيح حتى النيفو نتاعو. إحنا المباريات الكل اللي مشيو نلعبوا فيها ما عندنا حتى كومبلكس وما عندنا حتى ستريس وما عندنا حتى شيء في مخاخنا. ماشي نلعب مش نعرف هو كاو وكل شيء يجي بطبيعته، وهذا احسن شيء. يعطيك الصحه كوتش بريمو، يعطيك الصحه وان شاء الله بالتوفيق ليك وللشبيبه بصفه عامه. واضح، يعطيك الصحه سي حاتم مدرب الشبيبه الرياضيه القيروانيه، يعني كل الايضاحات وكل الصغيره والكبيره على فريق الشبيبه القيروانيه، نتمنى له
حظ موفق خاصة في لقاء يوم غد إن شاء الله. الانتصار يكون من حليف الشبيبة الرياضية القيروني. أكيد مسلم كما قال سي حاتم المباراة باعتبار أنها هي نظريا هي شكلية، لكن هو حافز للملاعبين باعتبار اسم فريق شبيبة القيروان لازمه يختمها في الغدوة بالانتصار، وعلى الأقل فريق الشبيبة ينهي في المركز الأول. والله بصراحة عجبني يعني التفكير متاع الكوتش اللي يعني كما نقولوا احنا بالنسبة له هو وللفريق هي لقاء يعني مهم مش لقاء شكلي، وليه يعني تحضير خاص، ويعني فما هدف انه الشبيبة تكمل الأولى في مرحلة السوبر بلاي اوت، خلينا ما نقولوش بلاي اوت لأنه سوبر بلاي اوت، وتكون الخامسة على الترتيب العام يعني متاع البطولة، اللي هو في ظل يعني الظروف اللي تعدت بها سنة الشبيبة يتسمى يعني ترتيب محترم يعني بصراحة. نوجه تحية للاعبين الكل وللإطار الفني. وفما يعني عبد الله حاجة أخرى، اللي لقاء غدوة مش يكون فرجة يعني في باسكيت، لأنه اللاعبين الكل مش تكون مرتاحة، اللاعبين الكل مش تكون يعني تعطي أحسن ما عندها، والنادي الإفريقي جاينا من نهائي كأس تونس شفناه يعني في النهائي قدم يعني مباراة محترمة ضد الاتحاد المنستيري. إن شاء الله في الأخر أكيد الشبيبة الفوز للشبيبة، وإن شاء الله نشوفه باسكيت مزيان إن شاء الله. وما نعرفوش ممكن فريق الإفريقي يجيب كامل العناصر يعني باللاعبين الأجانب، كما نجم يكون يجيب منقوص من اللاعبين الأجانب. صحيح. باش نكتشفوا غدوة يعني تشكيلة النادي الإفريقي باعتبار شبيبة القيروان منقوصة من اللاعب الأمريكي كندل، والملاعبية أغلبهم يعني كلهم صغار السن، فرصة بالنسبة لأبناء الشبيبة القيروانية. جهة مرحبا بك مرة أخرى، خليناك تستنى. خلينا جينا. أكيد أنت تاو موجودة في القروان البطولة فيها بالنسبة لكم أنتم، أكيد قاعدة تتابع في مقابلات كبير شبيبة القيروان. بيان سور كل ماتش نبدأ موجودة. أكيد فما فرق ما بين أول الموسم أنت كنت تتابع في الشبيبة ما بين يعني نهاية الموسم والصعوبات الكبيرة اللي مر بها فريق شبيبة القيروان، وأنت تعرف مليح الملاعبين خاصة الصغار اللي خذوا فرصتهم تاو، خاصة اللقاء الأخير اللي كنت تابعته وأنت ضد نجم حلق الوادي اللي فاز فيه شبيبة بفرق أكثر من 30 نقطة. أكيد يحز في نفس الشخص أنه فريق شبيبة يبقى ديما ولادة شبيبة تخرج في الملاعبين سواء إناث ولا ذكور، مش الموقع نتاعها. مش الموقع. والله شبيبة شو نحكي لك معناتها مش حابرة عشان يعني اللي فهمته أنا أنه الشبيبة مش مكانها، مش مكانها أنها تلعب على سوبر بلاي أوت ولا في البلاي أوت. هرمان مورا كانت تلعب في الكاتر البلاس اللولانين وكل شيء. إن شاء الله الموسم الجاي نلقاو حاجة أخرى، ولا نلقاو إن شاء الله الشبيبة تورينا وجه آخر وتورينا اللي عندها جواليت تعمل عليهم إن شاء الله. فريق الشبيبة القيروانية كما قال بكري مسلم غدوة للتأكيد. بالضبط، هو لقاء غدوة يعني باش يكون كما قلت لك يعني عبد الله تأكيد للصحوة والانتعاش اللي مر بها الفريق في المرحلة هذه، وفي نفس الوقت فرصة للشبان باش يأكدوا يعني علو كعبهم ويأكدوا يعني انه هما قادرين على حمل المشعل وقادرين على تحمل المسؤوليات نتاعهم في فريق كبير كما شبيبة القيروان. نطويو ملف الشبيبة القيروانية، ملف اخر مسلم الحديث على الشباب. البطولة قربت يعني الرزنامة هبطت، التوقيت هبط، وشفنا اول لقاء باش يكون ان شاء الله لحد الجي 29، فما بعض يعني المقابلات اللي باش تصير. المقابله الاولى باعتبار لكم انتم مش تلعبوا خارج الميدان على ما يبدو ضد النادي الرياضي الصفاقسي، والنجم الساحلي يستقبل سبورتينغ المونستير، وكذلك بالنسبه للفتيات زاد هبطت زاد بالنسبه للتقييم، بعد ناخذ اكثر تفاصيل. بالنسبه لكم انتم وين وصلت التحضيرات؟ والله يا عبد الله يعني حاجه باهيه الساعه الموسم هذا انه بطوله الشبان ان شاء الله باش تكمل، حاجه باهيه انه الشبان قاعدوا يتدربوا لحد الوقت هذا من الموسم، يعني حاجه باهيه للشبان. بالنسبه للمباريات يعني كما تابعوا الناس كل شفنا لحد هذا ان شاء الله عندنا اول مباراه في البلاي اوف ضد النادي الرياضي الصفاقسي في صفاقس. وأواسطك هو يعني الحاجة الجديدة اللي صارت في المدة هذه هو الأصاغر واللي تلعب في يوم والأواسط في يوم، كانوا اثنين يلعبوا مع بعضهم فرد نهار، لكن الجدول الجديد والكالندرية الجديدة
تاع الجامعة انه نظرا يمكن للامتحانات البكالوريا نظرا اللي فيه فما لاعبين مش تدخل في تربص مع الثلاثة ضد ثلاثة من الواسط نتاع الفرق الكل، فكانت الاصاغر مش تلعب في نهار والواسط في نهار، يعني ما عادش يلعبوا مع بعضهم فرد نهار، وكل 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 كل يعني فريق بشكون عنده الترتيب نتاعو خاص بيه، يعني الواسط بشكون عندهم الترتيب نتاعهم مجموع المباريات نتاعهم الفوز والانهزام مع بعضهم، والاصاغر زاد مش يكون الترتيب نتاعو خاص. مباراه ما نكذبش عليك يعني فريق النادي الرياضي الصفاقسي متاهل للنهائي، يدرب فيه سي سيف النقاتي نوجه له تحيه بالمناسبه هذه اللي هو ابن الشبيبه. مباراه عاديه يعني الشبان نتاعنا قاعدين يتدربوا، فما موتيفاسيون يعني الناس كل يعني عامله فما عامله جو يعني في لونترينمون عاملين اللي عليهم صراحه، نحب نوجه لهم تحيه من المنبر هذا. حضر اللقاء قاعدين نحضروا في اللقاء من هنا ان شاء الله نهار الاحد والمباراه. مباراه يعني عاديه باش تكون اول مباراه في الفتره في البلاي اوف يعني، وان شاء الله اللي به الفائده هو كما قلت يعني ناكدوا انه الشبيبة عنده شبان في المستقبل باش تعمل عليه. بما انه نحكيوا مسلم على الشبان باش نستغلوا الفرصه، سعيد جدا باستقبال المكالمة الهاتفية مدام أمال عيدودي رئيسة الوسط سوسة لكرة السلة. مرحبا بك مدام أمال. عايش مرحبا سي عبد الله. مرحبا بك مرة أخرى مدام أمال عيدودي رئيسة رابطة سوسة لكرة السلة. أكيد كنا نحكيه على الشبان في كرة السلة باعتبار تعرف أنه نهاية الأسبوع مش تكون مقابلات يعني البلاي أوف التتويش خاصة للأواسط وال الصغر بالنسبه للذكور وكذلك بقيه الشبان للفتيات. اكيد عندك فكره مدام خاصه انه تعرف كانت فتره يعني تعرف انت فتره امتحانات كانت من الاول باش تلعب يعني اوائل ماي ثم التوقيت تراجع ولينا 29 ماي فما مقابلات يعني باش تلعب يعني ماراثون كبير ما بين حد وربع. اي عسلامه اون فوا بون بور لي جون توا كيما قلت انت الاصغر الكادي والجونيور سامحني ولا تخريب الفرنسي باش تصير دو جورني دو سويت معناها 29 ماي و 9 جوان. اما بعد باش تتوقف الحكايه حتى لجويي باش بعد يرجع يكملوا البقيه نتاع المشوار نتاع البطوله. ثم الباك عندهم وبعد ثم ليكيب ناسيونال دونك باش توقف حتى جوسكا معناها جوي فاغوبخوض لاكتيفيتي لو شامبيونا بوغ الاصغر والكادي والجونيور. وعلى المستوى التحضير والتنظيم اموركم مريقله حاضرين؟ لا الحمد لله لاباس توفا بيان توفا بيان. لو عندنا لي جون الاخرين ليكول والمينيم والبنجامين باش يرجعوا لو 5 جوان دونك باش يكونوا زاد ماراثون بالطبيعه باش يعملوا دو فوا باغ سومين pour la deuxième phase ou pour les autres شغل بقدر تربي دو جو ومن بعد يرجعوا جويي. وحتى المقابلات شفناها حسب الجدول نهار الجمعه زاد فما مقابلات الاربعاء فما لحد زاد معناها ماراثون كبير برشا وابارامون حتى البطوله توصل لل 15 جويليه. اي كالعاده ديما كيك راهم نحاولوا نبداو بكري ديما البطوله متاخير شويه من الاول ما بداوش كيما ديما بريفي تبدا في اكتوبر ديما تيمخر شويه. في الظروف نتاع الجمعيات الكل ومن بعد تجي الامتحانات ويجيو تجي ضرب وسات نتاع الفريق القومي دونك تصير هكا ومن بعد تقدر تربي بعد في جويي لو كان جويي تقدر تربي تقفل البطوله. هو سؤال مدام امل هل انه يعني عوده البطوله بالنسبه للشبان خاصه شفنا الموسم هذا رجعوا مؤخر هل انه انتم يعني باش ترجعوا المره هذه على بكري باش على الاقل ما نوصلوش لل الوضعية هذه النجم نكملوا يعني في أواخر جويلة ولا حتى آخر جوان؟ والله الموضوع يتطرح كل عام كل عام يتطرح ولو نجتمع بالجمعيات وهم اللي اقترحوا راهو الكالندري أنت يقولوا له وقتاش بداوا حاضرين وكل ما تعرف أنت الظروف المادية وظروف ظروف الجمعيات تلقاها ماشي حاضرة من الأول يعطيونا تعدات معناها فان أكتوبر نوفمبر وبعد راسنا نبداو مخر وبعد تقابل مع الـ مع الـ مع الامتحانات تقابل سيمو بلوكي وسيمو نوفير دونك زي على ذيك تتعطل ثم تاخير شوي الاخير شوي دونك العام نفس 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 الحكايه يعني ديما تبقى نفس المشكل بالنسبه لل
فرق خاصة هما اللي يتحكموا أمور المادية والصعوبات الكبيرة. أكيد مدام. مدام باش نحكيو شوية على المنتخب التونسي 3-3 وأنت قبل كنت حاضرة في بعض القاعات خاصة في قاعة القيروان 3-3 وكانت يعني يوم مفتوح يوم ممتاز جدا خاصة المسابقات. أكيد فما حاجات جديدة في المستقبل القريب وخاصة تحضيرات المنتخب التونسي بتعيين يعني سي محمد التومي على رأس المنتخب. اي المنتخب هذا معناها اكيد منتخب نسمع فيك واصل مدى دك قسم صافي انا بون اللي خصني نجم نحكي فيه جماعه هما نتاع اللي لاهين بتوا 33 هذا فرق قومي الفيز معناها الاو 23 باش يعملوا باش يدخلوا في تربص ان شاء الله مغلق في مستير وقدرة ربي في المشاركة في الألعاب البحر الأبيض المتوسط في الجزائر ونرجع ل 25 جوان وتخص الـ U23 دو كاتيغوري في غارسون هذا للمنتخب القومي واحنا عملنا البريود هذيك نتاع 3 كونتر 3 عملناها في قروان وعملناها في مساكن وعملناها في وعملت زاد نجم يلعب الساحل زاد في سوسه ونفيزي وقت اللي كاتيجوري او 16 او 18 واستدعينا ميم حتى لي فيتيرون للتعريف اكثر بالثلاثه كونتر 3 اللعبه هذه وباش الناس نحطوهم باش يدخلوا هذه اللعبه هذه ويعرفوها بالكدا ومن بعد ان شاء الله تبدا شي بطوله ان شاء الله في تونس ولا بطوله 3 كونتر 3 هو الحاجه الباهي بدات تتعرف مدام هذاك علاش ماذا بينا تدخل لتونس تولي على الاقل الجامعه التونسيه وتولي تتشجع بعض الفرق وعلاش مدام زاد حتى لي فيتيرون ينجموا حتى نعملوا لهم قانون ويشاركوا ان شاء الله بينا لعبوا عاد انت ما حضرتش قروان لعب هو القصر الليل عامله حمام سوسه عامله نجم الليل التحي عامله دي فيتيرون فهمت دونك ان شاء الله بقدره ربي يتشجعوا ونكملوا هكا في الصيف هذا بقدره ربي ان شاء الله عاملين ان شاء الله مبرمجين تراكم تدور متابع الصيف تعرف تنبرمجوا نحن انا باي اكزومبل سوسه شو نبرمج في مركب تجاري وفي ساحه زاده في سوسه باش ان شاء الله نحاول نبرمجها في سوسه في الاماكن هذوما باش نشهروا بها اللعبه هذه تراكم تدور وان شاء الله بخلاف سوسه نشوفه زاده في ولايات اخرين باش تزيد تنتشر اكثر حاجه باهيه برشا تابعنا دورات في سوسه في مستير في مساكن في ولايه القيروان وكنت ناجحه برشا حاجه باهيه برشا في الختام مدام شفناك تبارك الله يعني حتى مع ليكيب ناسيونال تلعب دوبل رول انت في الدومين نتاع الصحه ديما متواجده عايزك طبيبة الفرق القومي بالنسبه للفتيات وساعات نمشي مع الاولاد زاد الاولاد مشيت معاهم المدغسقر ما مشيت مع الحجري ليكيب هذيك الحجري مع احمد ضيف وقت وصلنا فيس شامبيون دافريك ما غرام بالكره ولا بالكره وزد ما بين ماركو بابي خدمتي ما بين الوحده معناها جو باهي وحتى الاستحقاقات الجايه ان شاء الله بالنسبه لليكيب ناسيونال ان شاء الله نلقاوك زاده موجوده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في الختام مدام اميل على شكون تحب تسلم؟ في الختام على شكون تحب تسلم؟ سامحني سي عبد الله ما سمعتكش قلت لك في الختام على شكون تحب تسلم مدام؟ داكور سامحني تو نحب نسلم على العائله الباسكيتيه خاطر احنا عائله كنت السله راهي تتسمى عائله معناها ما عادش كما تدخل وحده وسلم على الجماعه وسلم على افراد الجامعه ورئيس الجامعه وجماعة لاعبين والممرنين حتى لو ما غير تسمى باش ما ننسى حتى حد ان شاء الله شكرا لك شكرا لك انت سي عبد الله يعطيك الصحه يعطيك الصحه يعيشك يا مدام شكرا لك مدام اميل العدودي رئيس رابطه الوسط سوسه لي كرة السلة عطتنا أكثر تفاصيل على بالنسبة للشبان وكذلك على لعبة جديدة 3-3 إن شاء الله تتوسع أكثر في عدة مناطق خاصة ولاية سوسة اللي تعاملت فيها في مساكن في المنستير في القيروان وعدة ولايات أخرين وإن شاء الله الفيتيران يكونوا متواجدين وعندهم حظوظ زادة في الرياضة هذه باش نمشيو فاصل غنائي ثم نرجع للبلاتو 4
دقائق بعد التسعة، مازلنا متواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. برنامج 100% باسكت كالعادة، مستمعين الكرام اللي يختاروا ويسمعونا على 93.3 واللي يتابعوا فينا على الصفحة الخاصة للإذاعة صوت وصورة. منذ قليل كنا نحكيوا على ملف الشبان والمنتخب التونسي 3-3، مشكورة مدام عمال عدودي رئيسة رابطة الوسط بسوسة لكرة السلة على التدخل متاحة. نحكيوا حاليا على الجمعية النسائية بجمال اللي ضمنت البقاء في القسم الوطني لكرة السلة واستضافة للاعبة جيهان الشعار في البلاتو مرة أخرى. مرحبا بك جيهان. مرحبا بك عبد الله. أكيد سعيد جدا أيضا باستقبال المكالمة الهاتفية لمدرب الجمعية النسائية بجمال حسام المحمدي. مرحبا بك سي حسام. مرحبا بك خويا ومرحبا بالسادة المستمعين. أكيد شكرا لك سي حسام مرة أخرى، مبروك مرة أخرى الفتيات اللي يعني بقوا في القسم الوطني، مردود محترم جدا بالنسبة للموسم هذا لفتيات الجمعية النسائية بجمال. أكيد سي حسام غصرة وتعديت وموسم صعيب وامور مالية وبرشا حاجات. والله لا يا غصرة ما كانتش غصرة. كنا مرتاحين من أول سيزون في الفورميل نتاع الشامبيونا، ما فيهاش بلاي اوت، فيها الجمعية الأخرى ولا قبل الأخرى هما الكونسيرني بال بالتياح. جمال كانت بعيدة من الأول، بالعكس كانت الفيزي كونها تكون من الأربع الأولانيين ولا تتخلط للسوبر بلايوف. حاولنا بالكونديسيون الموجودين وصلنا، كنا كاتريام في وسط الشامبيونا، مرة كاتريام مرة سانكيام مرة سيزيام. لعبنا ند للند مع الجمعيات اللي تلعب الفوق، ما حلفناش الحظ على دو ولا تروا ماتش خسرناهم بسكور سيري، كملنا الشامبيونا في الميليو تابلو مرتاحين نورمالمون، ما صارتناش الغسرة. الغسرة المادية موجودة، الغسرة المادية موجودة في الوضع العام نتاع البلاد، ماهيش كان في جمال والجمعيات الكل والرياضة بصفة عامة قاعدة البريود هذه والسنين اللي تعديت قاسي في المشاكل المادية. البنات ما قصروش الا معانا في الجمعيه، ما فيهم جيهان اللي عطات لي اضافه كيف ما يلزم. بنات صغار، جروب صغير فيه دو ولا تروا جوز ديكسبيريونس عطاو الاضافه، قاعدين نقدموا بشويه بشويه. البروجي هو كان من الاول عنده بناء عامين التالي ريكونستركسيون تاع الكلوب، بشويه بشويه ماشيين في ثنيه صحيحه. كانت جمال وصلت عميل تالي منعت في آخر لحظات من البطولة، جيهان وقتها كانت في الجمعية متاع دار شعبان الفهري، ولت مرتاحة من مليو تابلو، رجعت تقلق الكلوب الكبار على غير النجم الساحلي الملعب التونسي اللي كانت سنة قدرت تنتصر عليهم. خسرنا بديسكور سيري كونتر سي اس اس ولا زهرة. جمال رجعت بشوية بشوية، ما هيش جديدة في الباسكت فيمينين، جمعية عندها تراديسيون تاعها قاعدة ترجع بشوية بشوية بلي كونديسيون الموجودين. ما نكذبوش على بعضنا، فما صعوبات فما مشاكل فما قلق، اما ما نجموش احنا كديزونترونور ولا جوارات اللي نتعداوهم لمصلحتنا ومصلحة كرة السلة، يلزمنا نتعداو الصعوبات هذيك واستانسنا بيهم، ما عادش نقفوا على لي كونديسيون هذيك، يلزمنا ديما نخدموا نكملوا نخدموا حتى نخلطوا لي زوبجيكتيف نتاعنا. هو ان شاء الله كما قلت انت، هل انه في يعني موسم المقبل هل انه فما استراتيجيه واضحه، هل انه قعدتوا على الطاوله مع المسؤولين، هل انه فما اهداف اخرى ان شاء الله، فما تعزيز للرصيد البشري في الموسم المقبل؟ والله هي الاهداف ديما تكون قدموا بالضبط اكزاكتومون، لازمك تقعد لازمك تشوف البيجي نتاعك لازمك تدرس مليح اللي هو مازال ما صارش يصير بعد ما تكلوتوري السيزون قانونيا واداريا توفى لي 30 جوان، مازالت معناها بالنسبه لينا السيزون بعد لي 30 جوان، وقتها تنجم تقعد مع لي ريسبونسابل بعد ما تفكر حساباتك تنظم امورك الكل باش تنجم تبرمج في جديد باش تكون على اسس
صحيحه مي سيكي سور كونو لي زوبجيكتيف ديما نافونسيو شويه القدام نجمو نافونسيو شويه نجمو نافونسيو برشا احنا والظروف الماديه واحنا ولي زونجاجمون تاع لي ريسبونسابل اللي باش يكونوا موجودين معانا باش نحاولوا الماكسيموم كون نزيدوا نقدموا الخطوه خطوه اخرى فهمتني واحد جمال كيما قلت لك كانت على خطوه صغيره تكون هي تلعب في ديمي فينال شامبيونا فاسيلمون لي ماتش اللي خسرتهم سيري نورمالمون الظروف يلزمها تزيد تخدمنا شويه وباش نحاولوا نقدموا تكون لي زوبجيكتيف كونك ترجع برمي الكاتر بريمي وبيا فيزي تيتر انت والبيجي اللي باش تنجم الاداره توفره لك. وذاك علاش ان شاء الله بما انك انت زاد حسام مدرب مساعد المنتخب الوطني التونسي اكيد الفتاه الكل عندك فكره وتعرفهم حتى بعض الاسماء اللي تبدا باش تعزز الرصيد البشري تكون تعرفهم الكل وحاجه تسهل لك حتى المامورين تاعك انت وانت تعرف انه الموسم القادم باش يكون موسم سعيد تعرف انت نجم الساحلي رجع وشفنا اللقاء الدور النهائي اللي تعدى لقاء ممتاز جدا بعض الفرق الاخرين اللي بدات تتقدم وفريق فتيات جمعيه نسائي بجمال اللي كما قلت انت يعني فريق ممتاز بصراحه شاهدنا فيه بعض يعني فتيات اللي تالقوا خاصه كما قلت انت جيهان بما انك انت صاحب خبره بصراحه مساعد مدرب المنتخب الوطني التونسي يعني تنجم بالخبره بتاعك انت توظفها في البنيات وتنجم حتى الموسم المقبل بالبيدجي خلينا نقولوا اللي هو مش برشا لكن تنجم تعمل موسم ممتاز. هو ميزابار ليكيب ناسيونال عندي توا براتيكمون 5 سنين في الشامبيونا نتاع سينيور في معناها كلك سوا قبل في النجم الرياضي الساحلي ولا توا في الجمعيه الرياضيه النسائيه بجمال اللي يخليك عندك سوفيزامون ديكسبيريونس وتعرف البنات كل واحده شنو تنجم تعطي وشنو ما تنجمش والحقيقه هو النيفو نتاع البنات سينيور في تونس هو نيفو متقارب جدا ما فماش لعبات قويين برشا وما فماش لعبات ضعاف النيفو قريب برشا البعض والا يفرق المونتاليتي نتاع كل لاعبه واللونجاجمون تاعها تحملها المسؤوليه تحب ولا تكره السبور فيمينا في تونس مازال ناقص شويه في العقليه في ديما فما لي بريوريتي الاخرين كلك سوا خدمه ولا ايتيود عند البنات في تونس مش كيما في الاولاد ولاد بروفيسيونيل اذا كان وصل لك يلعب سينيور او باش ينحي كل شيء من حياته باش تكون هي الاولى الباسكيت في مخه بار كونتر البنات ديما قرايتهم اولى ديما الخدمة نتاعهم أبجل في زاد الفلوس اللي باش تدخلها البنية من الباسكيت مازالت ما تنجمش تدخل فلوس تعيشها يلزمها قرايتها تكون خير ويلزمها الخدمة نتاعها تكون أولى لهنا تختار لونترونور الذكي واللي يختار الطفلة الديسبونيبل والمغرومة معناها الكريتير الأول ديما في لي ريكريتمون هو الديسبونيبيليتي والغراء وهذاك اللي نفسر به مثلا ريكريتمون تاع جيهان شعار في جمال كوني طفله ديسبونيبل ومغرومه برشا وهذاك اللي خلاها تنجح وخلاها ديما تافونسي وتقدم زي النيفو نتاع البنات كلهم قراب لبعضهم اما اللي باش تكون بلي ديسبونيبل ولا باش تنجاجي روح اكثر هي اللي تنجم تعطي لجمعيتها شكون يهز تيتر شكون ما يهزش في الجمعيات شكون تنجم تلعب بالفوق شكون تنجم تلعب باللوطه كيف كيف هو النيفو متقارب لهنا يتولي لي كونديسيون هما اللي يفرقوا شكون الجمعيه اللي عندها بناتها ديسبونيبل شكون الجمعيه اللي عندها تيران يخليها تريني لي سيونس نتاعها مرتاحه خاطر فما جمعيات ما عندهاش وين تريني فما جمعيات بناتها الكل تقرا اللي تاتا ولا فيه جمال 90% من الجوارات يقراوا بين صفاقس وتونس تلقى روحك صعيب كونك تريني كل يوم بسكتيف كامل كي تعمل دي سيونس بار سيمين ثم سلكت لهنا تولي ما عادش تنجم تنافس جمعيات تترينا كل يوم تترينا صباح وعشيه بناتها في ال 28 وفي ال 27 حتى في ال 25 على خاطر لهنا ما عادش يفرق العمر وتفرق الديسبونيبيليتي نتاع الطفله شارج دي ترافاي اللي باش تخدمه البنيه هو اللي باش يخلي النيفو يبعد شويه على بعضه من الجمعيه لجمعيه مي نيفو جوار انديفيديال راهم كلهم قراب لبعضهم
كلهم يشبهوا لبعضهم، مي باش تكون ديسبونيبل وتكون انجاجي والمونتاليتي نتاعها فيها برشا غرام وبرشا باسكيت، راهي ديما تنجم تعاون. كذلك علاش لي ريكريتمون اللي كان باش يصيروا ان شاء الله في جمال باش تكون اول كريتير فيهم ديسبونيبيليتي والغرام. النظافه ما عادش نحكيو على النظافه، اغلبيه بناتنا في كره السله نظافه معروفه الباسكيت بنظافه جواريتها كلك سوا في الاولاد ولا في البنات. لهنا اذا كان اختقينا الكريتير هذوما نجمو نعملو دي ريتريتمون ونجمو نافونسيو بهم، حتى ولو كانت تشوف انت طفله انديفيديال متوسطه، مي اذا كان ديسبونيبل ومغرومه راهي تنجم تعطيك برشا في التيران وتعاونك. واضح. في الختام حسام، شنو الميساج حاب توصلوا ولا شكون تحب تسال؟ ميساج كونسيرنو شنو؟ ميساج يعني انتم اكيد تمروا بامور يعني صعيبه خاصه من الناحيه الماديه، على الاقل السلطات المحليه ولا السلطات الجهويه تنظر للفريق هذا ومتعاونكم حتى من الناحيه الماديه. والله الحقيقه في جمال الواحد باش ما يكونش ناكر للفضل، السلطات المحليه كي نقولوا سلطات محليه نقولوا بلديه الحقيقه مش مقصره، فهمتني، في جمال البيجي الموجود بلديه جمال تشكر كون توفروا كل سيزون للكلوب. اسكو منظم مش منظم يصير له ريتار، هذا عادي جدا. مي سلطة كي نقولوا وزارة الشباب والرياضة هي المدعوة كونها أكثر الدعم، كونها أكثر الدعم الرياضة النسائية. حسام باش نقص عليك، حنا الآن موعد صلاة العشاء حسب مدينة القيروان وما جاورها. حياة تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. 20 دقيقة بعد التسعة نزل معنا مدرب جمعية نسائية لجمال سي حسام المحمدي. أكيد قلنا في الختام على شكون تحب تسلم سي حسام؟ مرحبا. مرحبا مرة أخرى. أكيد حكينا على الصالات الجهوية والمحلية والأمور المادية واللي قاعدة تعاون في الفريق، ان شاء الله يبقى الدعم متواصل لكم انتم بالنسبه للموسم القادم. كما قلت لك السلطات الجهويه ما الحقيقه تتسمى في الظروف هذه في لي كونديسيون اللي تعدى بها البلاد ما هيش مقصره. مي الميساج اللي يلزم يتعدى السلطات المركزيه لوزاره الشباب والرياضه ووزاره الاشراف هي اللي يلزمها الدعم اكثر الرياضه النسائيه بصفه خاصه. كما نعرفوا الرياضه النسائيه ماهيش كيما في الاولاد تنجم تجيب لي سبونسور وتنجم تجيب الفلوس فاسيلمون، الرياضه النسائيه مغموره شويه، السلطات الجهه المركزيه لازمها تدعمها اكثر. الميساج الاخر نجم نعديه لكل بنيه تلعب باسكيت، راي البنيه هي اللي يلزمها تقدم بروحها، ما تستناش حتى حد يقدم بيك، كان كل واحدة تقدم بروحها شوية تولي تظهر، يولي سبور في ميناء يظهر أكثر، وقتها تنجم تدخل الموارد أكثر للجمعيات وتنجم تستنفع به الناس الكل. المونتاليتي نتاع بناتنا بشوية بشوية قاعدين نخدموا باش نبدلوها، لازم الدنيا تبدلت، ما عادش تنجم تعمل حاجة بركة في حياتك، لا تنجم تعمل برشا حاجات، يلزمك تلقى الكواسيون كبنيه كيفاش تنجح في القرايه نتاعك وفي السبور، ماهيش صعيبه الكواسيون كان نركزوا فيها. المتداخلات نتاع الحياه ولات برشا هي اللي قاعده تاثر في شبابنا وتبعت فيه على الرياضه وحتى على القرايه. كي نحكيو على لي روزو سوسيو ونحكيو على الحاجات هذيك هي اللي ولات تاخذ شارج كبير من المونتاليتي نتاع شبابنا وتبعدوا بعده بشوية بشوية على الرياضة. لا لازم شبابنا يكون فايق، بناتنا يكونوا فايقين، نحاول حياتي نعبيها بحاجة تنفعني بسبور كرة السلة بليزيتود متاعي، ولي ريزو سوسيو هما اللي يكونوا في الدوزيام فيو، ما نجمش نحطهم هما الأولانيين ونخلي الشارج متاعهم في مخي كبير ونبعد بيهم بعد ما نستنفعش. ان شاء الله الميساج يتعدى لسلطة الاشراف وان شاء الله بنياتنا يكونوا واعيين ويخدموا باش تنجم تقدم بالرياضة النسائية
وتخرجها من البلاصه اللي هي فيها على خاطر يلزمها تاخذ بلاصه خير من هكا برشا. واضح. شكرا لك. شكرا لك حسام المحمدي مدرب كبريات الجمعيه النسائيه بجمال على كل الاضافات. اكيد جهان فريق نتاعكم يعني انهى الموسم في مرتبه مريحه جدا باعتبار باش نذكر الناس الكل اللي جهان الشعار هي ابنه الشبيبه النسائيه القيروانيه سابقا ثم تقمصت زي عديد الفرق وتحكينا بعض على الفرق اللي لعبت فيهم ومؤخرا جمعيه نسائيه بجمال. هاي صحيح انا تقمصت اول قميص لبسته معناتها جمال بعد مشيت دار شعبان وبعد عاودت عامين اخرين في جمال خاطر لقيت راحتي فيها اكثر معناتها وجروب باهي وصغير ونجم يتكون ومعناتها واكيد للاسف خلينا نقول باش لعبت تعرف اللي انت تعرضت لعده اصابات قبل ما تنحكيوا على المنتخب الوطني التونسي والدعوه مؤخرا قبل تألقت مع الحصري ثم الشبيبة النسائية القيروانية اللي تبدل الاسم وحتى قبل كي كنت مع الحصري يعني حتى المنتخب كنت متواجدة فيه متواجدة. لكن إصابات اللي ربما ما نعرفش سوء الحظ خلينا نقوله خليك يعني ما تكونش متواجدة في أبرز التظاهرات الإفريقية الحمد لله يعني توا جاتك الفرصة ورجعت مع المنتخب. اي جاتني فرصه الحمد لله. انا بون في قروين كنت في لي جون معناتها في المنتخب وبعد هيك جاتني فرصه باش نمشي ايكيب ناسيونال سينيور بنات عيطولي بعد هيك تنحيت ما رجعتش بعد هيك جاتني فرصه اخرى كي جاتني الفرصه تضربت عملت مينيسك ما رجعتش معاهم بعد عاودي عاوتولي عيطولي في السيف 3 جور ولا 2 جور ما نعرفش انا بعد ميم با معناتها تكلموا كاو اخر فرصه جاتني معناتها ما عنديش برشا من اللي عادي تستاج مع الكوتش حسام وسيفاس الهمامي مدام يسر الحمد لله تعدى استاج به برشا وفرصت وجود جميل. هذا هو الموسم التعلق لك انت هذاك علاش يعني الدعوه جات للمنتخب الوطني التونسي باعتبار في كره السله فاتتنا تسين مركز 4-5 وانت لعبت ارتكاز نعرفوا يعني واعده شفنا يعني شفنا انه في كل المقابلات تقريبا متواجده عديد النقاط ربما مدرب المساعد حسام المحمدي اللي هو مدربك المباشر في الجمعيه النسائيه بجمال يعرفك مليح برشا وان شاء الله نتمنى لك التوفيق مع المنتخب اكيد عندكم استحقاقات قادمه ان شاء الله عندنا في 2023 كوب دافريك ان شاء الله يعملونا لمونا ساعة باش نعمل استاجيتنا وعنا عندهم برشا حاجات ما زال مش واضح حتى شيء ما اللي نعرفه 2023 عنا كوب دافريك في المنتخب والتربص الأخير وين عملتوا التربص؟ في المستير في المونستير تأقلمت فيسع مع الأجواء في جمال؟ تأقلمت برشا وذلك علاش خاطر ديما اللاعب مش كيما اللاعب كيما اللعبه مش تمشي يعني من ولايه لولايه مش تمشي لفريق اخر ديما نلقاو صعيب برشا باش تتاقلم له مع الاجواء الغادي مع يعني اللاعبات خاصه يعني مش كيما لهنا تمشي معاهم تخرج معاهم تقعد معاهم تقرا معاهم مش كيما باش تلقى غادي اجواء اخرى ونيفو اخر وخاصه تلعب في القسم الوطني ويعني من الاربع مراكز الاولى. اي صحيح انا من البنات اللي فيسع راني نتاقلم مع الناس الكل ما نقعدش نستنى حتى هما يجيو انا نرمي روحي مع عليهم ونبدا جوي به معناتها الجمعيه باهيه برشا الحقيقه جمال ما عندي ما نقول فيها كل شيء كل حتى مع المنتخب الوطني كيكه معناتها كنا يد واحده كنا نعرفوا بعضنا كنا نفس الحاجه عندنا الاوبجيكتيف واحد فهمت ما فماش حاجه وترى انه الحاجه هذيك تسهل حتى التعاطي وخاصه البنات الكل تعرفوا بعضكم في الفرق الكل حتى مع المنتخب الوطني التونسي حتى على مستوى التدريب الرسم التكتيكي كل شيء تعرفوه. صحيح نلقاو كل شيء سهل مش كيما تبدا واحده ما تدخلش روحها مع اصحابها ولا تلقاها هي وحدها من بعد تدخل حتى في الجول جروب. ما تراش جيان انه بالنسبه لكم انتم البطوله فيتو يعني على بكري برشا باعتبار انه انا شفنا الدور النهائي يعني في يعني
في نص ماي باعتبار انتم ترجع ربما ممكن في اكتوبر ولا اخر سبتمبر يعني سبتمبر. فتره كبيره برشا كيفاش مش ترجع من جديد فتره تحضيرات والاعداد البدني مش يعني عباره من الاول جديد مش تعاودوا يعني التحضيرات صحيح احنا راهو خايفين هما معناتها على الوضع في البلاد وكل شيء خافوا من كورونا خافوا من برشا حاجات الجامعه قربت الكل شيء خليها على بكري خاطر ديجا فما استاجيت اولاد فما كلهم حبوهم قبل الاولاد يوفيو معناتها جوست لي جون باش يقعدوا شويه من بعد كها خاطر عندهم برشا فما معناتها جمعيات الوضع المادي نتاعها ما تسمحلهاش انها باش تجيب جواز تخليها 8 ولا 9 شهور تخلص فيها وهما كل مره الماتش اللي من بعده ما تساعدش حتى جمعيه تخلي جوارات معناتها والحاجه الباهي حتى من قوانين كره السله انه الفتيات ما عندكمش يعني مش محترفات يعني بالاجازه ترى كان جاي يعني نظام كيما الذكور يعني الاحتراف راه الى حد الان يعني حتى توفيو في شهر جانفي يعني شهرين تاعكم تقعد تمشي ربما هذا يعني يخدم الجمعيات كما قال بكري الكوتش انه صعوبه كبيره ماليه ربما هذا ينقص شويه العبء الثقيل على رؤساء الجمعيات بالنسبه للاناث هذاك علاش نعرفوا انه في الذكور الى حد يعني حدود شهر ماي يعني خلاص الاجور للملاعبيه تقعد ديما متواصله حتى كان كمل في شهر جانفي كما تعرف انت مسلم حتى في كره القدم زاد اذا كان في جانفي لا يعني صلى على بكري كونترا يقعد يمشي لاخر جوان يعني الفلوس ديما يخلص بالضبط هذا هو يعني الفرق بين الاحتراف وال يعني الحاجات اللي تضمن حقوق اللاعب واللي تخلي يعني اللاعب يكون في اريحيه متهني على فلوسه في انه جماعه كره السله بصراحه يعني صارمه في الامور القانونيه يعني تضمن حق اللاعب وتضمن حق تضمن حق الجمعيه كما قال جيهان يعني الجمعيات فكرت في انه لا قدر الله الموسم ما يكملش والكوفيد وكل شيء وزيد انقص شارج على هي في خلاص اجور اللاعبات في مصاريف في كل شيء اللي هي حاجه سلاح ذو حدين تخدم الجمعيات ويا ما لون طير معنا كي نحكيوا على الباسكيت فيمينين اللي هي لازمها يعني تتحسن ولازمها بالضبط فالحاجات هذه ما تكونش في صالح كره السله النسائيه اللي ان شاء الله في الايامات القادمه يعني ترجع تحسن المستوى ويطلع ما نرجعوش في سبتمبر 15 سبتمبر كيما الاكيد بالضبط انا التو بصراحه مشني عارف علاش بو ما نعرفش ممكن خاطر فما لاعبات تكون ممكن تقرا ولا عندها التزامات اما ما فماش علاش يعني البطوله ديما لحظوها كل سنه البطوله النسائيه تبدا ديما متاخره تقريبا مع بطوله شوبان تبدا فنتصور نتصور جات الفكره هذه على للجامعه لكن تقاها الجمعيات اي سؤال هذا لانه مهم ونتصلوا يعني بال يعني المعنيين بالامر صلب الجامعه باش على الاقل يعني فكره خلينا نرجع على بكري كيما الاكابر تكون البطوله نهار 15 نهار 12 سبتمبر وتكون على بكري باش نتفاداو كيما المفاجات كشفنا يعني حتى بطوله الشبان نوصلوا حتى لجويليا خاطر فما شكون اللي يعدي البكالوريا وتعرف سخانه وباش نلعبوا في قاعه مسكره وتعرف انت الاجواء الداخل يعني وانت جيانه معناها تعرف هذه كشفت استطعت القيروان كشفت اليوم سكنات حصه التمرين بصراحه الله يكون في العون هذه حاجه بصراحه نقطه مهمه ان شاء الله يتطرقوا لها في الحصص القادمه يعطيك الصحه عبد الله على النقطه هذه واكيد الحاجه هذه كي تكون مدروسه وعلى قاعده سيرتو انه السيزون هذه حسب سمعت اللي باش ندخلوا فيها فما واحده من الفرق التونسيه باش تنظم البطوله العربيه ما نعرفش شكون يعني مش توقف البطوله مع التربصات مع كل شيء لازم تكون الرزنامه يعني مقنه وحاضره باش اللاعبات والجمعيات يفهموا شنو ليهم وشنو عليهم ويحضروا للموسم الجاي في اريحيه وان شاء الله الموسم القادم يكون موسم يعني خلينا نقولوا اريحيه باش نسميه كما قلت انت قبل ما نخرجوا فاصل غنائي ونحكيوا على البطوله الافريقيه نعقد المكتب الجامعي لكره السله اجتماعه نهار السبت يعقد يعني السبت الجاي باش ينظر في عده مواضيع هامه اولا الجلسه العامه التقييميه الخاصه بالموسمين الرياضيين 2020-2021 و2021-2022 المزمع انعقاد اواخر شهر جويليا المقبل ثانيا المصادقه على مشروع قانون يحدد شروط انتقال لاعبي النخبه للنشاط في البطولات الاجنبيه حاجه باهيه
ثالثا النقطة الثالثة وضعية لاعبي النخبة إناث وذكور بالنسبة للفئة العمرية أقل من 16 سنة. النقطة الرابعة الأدوار النهائية لمسابقة كأس تونس للشبان ذكور وإناث باش تطرقولها. النقطة الخامسة تنظيم النافذة الرابعة من تصفية كأس العالم 2023 المبرمجة في شهر أوت القادم. النقطة السادسة تنظيم البطولة العربية اللي حكيت عليها أنت للأمم في فيفري 2023. والنقطة الأخيرة باش يتم تحديد الفريق الذي سينظم النسخة القادمة من البطولة العربية للأندية البطلة السيدات بتونس. يعني حاجات باهية برشا برشا تظاهرات في تونس برشا حاجة تخدم صورة بالنسبة لتونس حاجة باهية برشا إن شاء الله بالتوفيق للجامعة التونسية لكرة السلة. باش قعدنا في الختام باش نحكيوا على البطولة الإفريقية لكرة السلة باش نسافروا باش نمشيو للرواندا كيغالي باش يكون معنا بعد قليل المدرب المساعد للاتحاد المونستيري مروان كشريد باش نحكيوا على الاتحاد المونستيري باش نحكيوا على الدور النصف النهائي إن شاء الله نهار الأربعاء ضد الزمالك المصري اللي حرم الاتحاد في النهائي. يعني خلينا نقولوا تو بعد يحكينا مروان كشريد على المقابل زوز فرق يعرفوا بعضهم مليح وثأر كروي بالنسبة للاتحاد المنسير. قبل هذا نمشيوا الفاصل الغنائي ثم نرجعوا مرة أخرى للبلاتو. 37 بعد التسعة وأكيد قربنا لنهاية حصتنا 100% باسكيت. أكيد حكينا على الشبيبة الرياضية القيرونية وتداخل المدرب الشبيبة حاتم مفتاح. حكينا على الشبان كرة السلة والمنتخب 3-3 مشكورة مدام أميل عدودي رئيسة الوسط بسوس على التداخل. حكينا على جمعية نسائي بجمال واستضافة للاعبة جان شعار اللي ما زالت معنا وكذلك تحية للمدرب حسام المحمدي اللي يتواصل معنا عبر الهاتف مدرب الجمعية. وبش نختموا الحصة متاعنا بالبطولة الإفريقي لكرة السلة البال المقامة برواندا كيغالي والاتحاد الرياضي المنسيري اللي انتصر يوم أمس على كابتاون الجنوب أفريقي وترشح للدور النصف النهائي. يعني فرق عريض جدا سعيد جدا باستقبال المكالمة الهاتفية مباشرة من كيغالي رواندا مروان كشريد مدرب المساعد للاتحاد المنسيري. مرحبا بك مروان. مرحبا بك خويا عبد الله ومرحبا بضيوف الكرام ومرحبا بكل متابعي حياتنا. مرحبا بك مرة أخرى. ألف ألف مبروك الترشح للدور النصف النهائي لممثل تونس لكرة السلة الاتحاد المنستيري مباراة الدور الربع النهائي مباراة فرق عريض الاتحاد يعني إقناع أداء ونتيجة. وفي الدور النصف النهائي تعرفتوا اليوم على الفريق المنافس هو الزمالك المصري اللي سبق وواجهتوه في الدور النهائي وكان ذاك للأسف الفريق المصري هو اللي هز اللقب. هذه فرصة ثأر كروي بالنسبة للاتحاد المنستيري وأكيد مروان فريق هذا تعرفه مليح. والله يا أول حاجة بالحق مبروك للاتحاد الرياضي المنستيري بصفة خاصة والجماهير الاتحاد الرياضي المنستيري وبصفة عامة لتونس الكل خاطر تعرف أنت الاتحاد يمثل تونس توا في بطولة إفريقية. لأني كما قلت لي مقابلة كانت الحقيقة معناها على كل المستويات معناها مقنع الحقيقة هجوميا ودفاعيا وكل شيء. ده اللي فرق كبير الولاد الحقيقة كانوا في نهار كبير برشا صحيح دفاعيا وهجوميا الحقيقة لعبنا ماتش كبير ياسر معناها انتصار عن استحقاق وعن جدارة وكل شيء. عندنا خطوة ثانية توا الخطوة الأولى الحمد لله ربي وفقنا ونجحنا فيها. مازلنا عندنا دور نصف نهائي كما قلت أنت تعرف لفريق الزمالك هو اللي ربح بطولة أفريقيا العام اللي فات. لهالي تو ما نحبوش نقولوا صائر ما نحبوش نقولوا كما نقولوا احنا اي فونزون هذه تو اي تو اذا تاخذ ساعات كما نقولوا لو عملوا ربحتك السنه اذا تربحت يبقى كل وقت وقت وعملوا كانت حاجه الزمالك تو حاجه اخرى صحيح عندها اجانب حقيقه مستوى رفيع فريق محترم فريق قوي معناها دفاعيا وهجوميا فريق منظم. احنا زاد بعد المقابله اللي لعبناها ضد الكابتن في الربع النهائي ورينا اللي زاد احنا فريق قوي وحاضر على المستويات الكل. مش تكون مقابله حقيقه صعيبه مش يكون مركز اكثر ومعناها سيرتو نقول انا في الهجوم خاطر تعرف كي تبدا تدور الكره بكذا كل شيء على اللاعبين كله ونستغلوا ال 24 ثانيه معناها ما يجيكش كي نقولوا الفريق نفسه ما يعملكش الهجوم معاكس ما معناها ما يمركزش لثاني فاسين نقولوا احنا على الاقل مش يكون مركز اكثر ويعمل اقل اخطاء معناها مش ينتصر معناها ما فماش حاجه تخرين. وان شاء الله الاتحاد المنسيري يكون حاضر نهار الاربعاء. اكيد مروان فما ورقه اخرى بالنسبه لكم انتم اللي التحقت بكم الكيغالي اسامه المرنوي اكيد ورقه من الورقات الرابحه. والله صحيح هو اسامه مالوريزمون وقت اللي عملنا التيست قبل الديبار معناها الكيغالي
مالوريزمون طلع بوزيتيف فور معناها ما نجمش يتنقل معنا. انا غالب كتبت الحاجه كيكه وسيما تعرف انت من اللاعبين سيرتو في الفتره الخرميه من احسن اللاعبين في الاتحاد المسيري في المردود نتاعو وتسجيل النقاط وزاد حتى دفاعين ديما يعاونوا الفريق. مالوريزمون جات ان شاء الله نقول احنا تو ديجا عملنا تيس وكاع لاباس مرماوي وان شاء الله ديجا ما هو يخلق الليله ان شاء الله في كالي وان شاء الله يكون غدوه معناها في التمارين معنا مع الفريق اللي مش يكون معناها نقول لك انا تمرين معناها مش الاخراني خاطر عندنا نهار الاربعاء الصباح مش نترناو في الصاله تاع لي كومبيتيون شويه شوط كل شيء، مي غدوه باش يكون انترونمون كويس شويه تحضير لمقابله الزمالك ان شاء الله. كما قلت ان شاء الله نكونوا حاضرين معناها دور نصف نهائي فيها ربح وخساره ان شاء الله نكونوا احنا منتصرين. الحقيقه لحد الان الاولاد مركزين معناها من كل الجوانب الحقيقه عازمين يحبوا بيان سور ينتصروا. الناس كل احنا كلاعبين كستاف معناها تكنيك كستاف ادمنستراتيف كل شيء معناها اداري كل الناس كل الحقيقه الجماهير زاد في تونس راني شيخ بعد مقابله الربع النهائي يستناو هكا في ان شاء الله ربح على شويه باش نربحوا كما قلت لك تونس كما نربحوا ان شاء الله ان شاء الله لما لا ان شاء الله نهار الاربعاء يركى روحه واحد من اللي مشى على الدور النهائي ان شاء الله. فما ثلاثة أسماء مروان برزو في اللقاء الأخير خلينا نقوله يعني مختار غيازة قد مقابلة كبيرة نجم الجزيرة وقت استحقتوله يعني كان يعني في الموعد وكذلك اللاعب يعني ماجور اللي كان يعني في نهار كبير برشا عاونكم وديكسون أكيد غني عن كل تعريف ما زلنا نستناه خاصة في استفاقة كبيرة برشا من جيليوس. والله ايوا صحيح ديكسون اول حاجه ديكسون لاعب امريكي ديكسون ام في بي نتاع الماتش هذاك مركز 23 نقطه كان في نهار كبير برشا ماجور كيف عاوننا دفاعيا سيرتو واعطى برشا ديزاسيس الحقيقه عمل مقابله باهيه محترمه حتى الاولاد الاخرين ربما سيمين عدى مقابله جدا باهيه الحقيقه فما شويه جلوس مازال ما تلقاش ادريس اللاعب الاجنبي اللي نزل الناس ان شاء الله نهار الاربعاء يكون اكثر فورمه سينو كفريق مختار غيازه كما قلت مختار غيازه معناها كما نقولوا كل ماتش يعطيك البيت مختار نقول احنا يعمل لو سال بولو معناها يعمل لك الزيكرون يعمل لك الديفونس يعمل لك لي روبون اوفونسيف لي روبون ديفونسيف مع مختار ما يستناش باش يعطيه باس باش يمركي معناها يعمل ديما ان ايفور بيرسونيل معناها اللي يخرج لك منه حاجه اللي يعطي كما نقولوا احنا الطاقه للكيب معناها في الحقيقه عملنا ماتش باهي برشا ما ننساوش مروان الفتى الطائر نعم ما ننساوش الفتاة الطائر في راس الأحيان في راس الأحيان بالنسبة لفراس الأحيان كيف عندها مقابلة باهية الحقيقة الحقيقة باش نكون أنا كوريكت لي جور الكل عداو مقابلة معناها كوريكت معناها في دفاعيا هجوميا خاصة الهجوم كنا برشا لعبنا مع بعضنا كي تشوف الستاتيستيك تلقى أنت 32 تمريرة حاجة معناها 32 أسيست تفهم من الاكيب معناها لعبت برشا مع بعضها وذكا معناها بالحق البوان فور اللي خلينا نربحوا في المقابله الاولى براحه كبيره فهمت مع بنسور الدفاع اللي كان زاد جيد ونجم يكون احسن ان شاء الله في مقابله الزمالك اللي يكون مش تكون مقابله صعيبه سينو ابار هذاك كان تمشي الامور كما قلت لك ما نلقاوش ان شاء الله مشكله كبيره مع الزمالك ونتعداو للدور ان شاء الله الاولاد الكل الحقيقه معناها نقول لك اكيب كامله تحس فما اكيب ولا ما فماش بجوار كابتن لعبنا تحس فما بجوار معناها حاجات انديفيديوال كل واحد يحب يعمل حاجه انديفيديوال كل واحد ياخذ الكره مره معناها اللعبه هذاك ممكن زاد ساعدنا احنا بس سكرنا عليهم كل شيء مي الاتحاد هذا المنافسي بالحق تحسوا العب الربع نهائي كفريق سواء هجوميا ولا دفاعيا ان شاء الله نكملوا كيك يا رب الدوم ان شاء الله ان شاء الله حظ موفق للاتحاد المنافسي. مروان في الختام كيفاش الاجواء اللي كانت غادي في كيكالي رواندا يعني خلينا نقولوا نحكيوا حتى على المناخ غادي لانه يعني طقس حار غادي في كيكالي قلقتكم خاصة والله الطقس يكون شويه فما يوديتي شويه في الليل لكن الاجواء باهيه الحقيقه معناها ظروف الاقامه معناها طيبه باهيه معناها حتى الظروف نتاع التمارين فما صاله هنا معناها باركيز حلوه برشا بحذا الاوتيل بالضبط كي تحب تعمل انترينمون مع تاع دوزور عندك الوقت الاولاد الحقيقه امبيونس حلوه برشا بين تبعتنا الناس الكل خاصه بعد الانتصار تاع المقابله الاولى ما نكذبش عليك الاجواء اكثر محلاها الحقيقه وتعرف انت كي تبدا انتصار كيما قلت انت معناها بفارق ومقنع يشيخ الكيب معناها شيخ الناس الكل تبدا تشيخها اكثر وتعطي تولي اكثر من الكيب تولي اكثر موتيفي معناها فهمت الحقيقه الجو باهي ياسر هنا الحمد لله يا ربي ان شاء الله نكملوا هكا معناها وان شاء الله على السلامه كيما قلت لك
نروحوا بالكأس هذه الإفريقية اللي راهو كي معناها ماهيش حاجة مستحيلة، ولكن ديما ساقينا على القاع مقابلة الزمالك لازمنا نلعبوها مليح، كلزم خير حتى من كابتن باش إن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله. في الختام كيفاش توعدوا جمهور الاتحاد الرياضي المؤسسي خاصة والجماهير التونسية اللي ترتقب ممثل كرة السلة التونسية على الأقل ممثل في تونس يفوز بالبطولة الإفريقية الأولى؟ والله نحب نقول أول حاجة أنا الأولاد الحقيقة كل واحنا كاستات ما قلت لك معناها فني وإداري كل شيء عازمين بنفير مش نحبوا نزل لقب معناها مش نحبوا نفضلكوا أنا فهمت؟ الوعد اللي نقعدوا لازمانا برسونيلمون للجماهير الاتحاد الرياضي المؤسسي والجماهير معناها الجماهير التونسية الكل اللي حسيتوا اللي يحبوا كرة السلة أنا عازمين أنا إن شاء الله مش نعطيه معناها 1000% مش 100% مش نعطيه 1000% معنا باش نحاولوا ننزل اللقب هذا معناها في نوع تعرف باسكيت ديما فما ربح وخسارة وثم ساعات لازم تكون سبب برشا في ماتش وتخسر ماتش معناها فما حاجات صغيرة تخليك تخسر ماتش معناها أنت معناها ماهيش بطولة هذه معناها إذا تربح باش تعدى ألور احنا اللي نقعدوا به الجماهير الكل أنا باش نقوموا معناها نعطيه كل ما عندنا ما نبخلوش معناها في حتى لحظة داخل كله عند ربي ان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله كما قلت لك نلقاو احنا في النهائي وان شاء الله على شويه نفوزوا بها باذن الله ان شاء الله ان شاء الله حظ موفق للاتحاد المنستيري. شكرا لك مروان كشريد المدرب المساعد للاتحاد الرياضي المنستيري لفريق الاتحاد المنستيري مسلم مقابله دور نصف النهائي ان شاء الله نهار الاربعاء امام فريق عملاق الزمالك المصري كما قال مروان عزز صفوفه بعد تنجيم من الطراز الرفيع والفريق نوعيه اللعب نتاعو يعكس الفرق الافريقيه وقريب برشا من الفرق التونسيه خاصه في اللعب الجماعي. ايه صحيح هو عبد الله يعني المباريات خاصه مع دول شمال افريقيا وخاصه يعني ديما لي كونكورون ديريكت تكون ليكيب المساروه فبصراحه يعني مش تكون نقولوا احنا كلاسيك ومش تكون الزمالك يعرف الاتحاد المنستيري والاتحاد المنستيري يعرف الزمالك وهما بصراحه خلينا نقولوا نهائي قبل الاوان يعني الزوز فرق من اقوى الفرق اللي تدافع على البال هذه اكيد الاتحاد المنستيري يعني حسب ما كان يحكي الكوتش محضر نقاط الكل نقاط القوة نقاط الضعف متاع الزمالك والزمالك نفس الشيء الحاجة باهية انك تسمع الاجواء طيبة تحس الاتحاد المنستيري السيل جو متاعه هو والزمالك يقربوا لبعضهم يعني الزوز ما تنجمش تقول اللعب هذا اليوم مش يكون في نهار ولا اللعب هذا يعني كما في الاتحاد المنستيري كيف ما تنجمش تقول رضوان ولا ديكسون ولا مرناوي ولا يعني شفنا ناجي هبط اخر وقت عمل يعني فما نقاط من البانش جات الاتحاد المنستيري فما نقاط من البانش عاونت يعني به اللي هبط من البانك قدم الإضافة شفنا الاتحاد المنستيري نجح بنسبة يعني سجل 14 ثلاثية في المباراة الأخيرة يعني فما ريوسيت متاع شوت اللي هي حاجة مهمة كيف المدرب يلقى اللاعبين الموجودين في الملعب الثلاثة نقاط الرمية الثلاثة نقاط تكون ناجحة بالأرقام هذه حاجة باهية أكيد خاطر احنا نعرفوا التير نفسهم لجوار ساعات تكون نهار في فورمتك تمشي معاك التير ساعات كورة تعمل إنا نداوت تحكم في تيتر فهمت الحاجة الباهية الاتحاد المنستيري الأجواء باهية مركزين كما نقولوا الانتصار الأخراني إذا تعطاهم ثقة في رواحهم مع التحق أسامة المرناوي بالمجموعة مش يزيد أكيد يعطي أكثر دافع وإن شاء الله بالتوفيق يعني إن شاء الله إحنا بالتوفيق للممثل الكرة التونسية إن شاء الله بالتوفيق لممثل الكرة التونسية نعرف الاتحاد الرياضي المنستيري في مسابقة البال البطولة الإفريقية التي تقام في رواندا كيغالي. في الختام مشكورة جدا مرة أخرى جيان شهر على الحضور في الختام علاش كنت حاب تسلم نسلم على بابا نسلم على أصحابي ونقول لك ميرسي على الاستضافة عايش كوتش ميرسي عبد الله على الاستضافة حس إن شاء الله تكون عجبت المستمعين الكل بصراحة كانت فيها يعني جميع النقاط اللي الهامة في كرة السلة الأسبوع هذا نحب نسلم كالعادة على العائلة الكل على اللي يعرفوا مسلم شلوف وتحية للأولاد متاعي نحب نقول لهم إن شاء الله ربي معانا وكملوا هك إن
شاء الله بالتوفيق للشبان الشبيبه القيروني في اول لقاء لهم ضد السي اس اس النادي الرياضي الصفاقسي الاسبوع القادم. هكا وصلنا لنهايه الحصه. نذكر انه حكينا على الشبيبه الرياضيه القيروانيه، كذلك على الشبان كره السله منتخب 3-3، حكينا على الجمعيه النسائيه بجمال واستضافه للعبه جيهان الشعار، واختمناها منذ قليل بالبطوله الافريقيه لكره السله. وكان معنا مباشره من رواندا كيغالي مروان كشريد مدرب المساعد للاتحاد المناسيري. حاب نشكر في الختام جنود الخفاش، شكر خاص لايمن ليجري كان في الاخراج التقني، كذلك سهيل السالمي في الاخراج الرقمي، عبد الله حطاب كان كوتي ميكرو. ملتقانا الاسبوع القادم، متابعه طيبه لبقيه برامج الحياه تفهم زهره الحياه. 100% باسكت، 100% باسكت. نتائج تحاليل، استجوابات، تصريحات واستضافات. برنامج رياضي خاص بكرة السلة يهتم بالرياضة المحلية، الجهوية والوطنية مع عبد الله الحطاب على الحياة فام.